السلام عليكم يا شيف. اليوم ان شاء الله غنشوفوا ان غاطو اللي سميناه كغايب اللي فيه ثلاثه ديال المراحل. المرحله الاولى هو ان بيسكوي اموند سيترون، المرحله الثانيه ان كاراميل وزاموند، والمرحله الثالثه اون موس كغايب. دونك اول مرحله غنبداو بها ديما هي لو بيسكوي. بالنسبه للبيسكوي اموند سيترون غنحتاجوا بيض البيض، سكر سمول، لا بودغ اموند اكبل، سكر غلاس، لا فارين و لي زيت سيترون فيغ. دونك غادي نديروا اون مورينغ بلي بلون والسكر، نمونطيوه مزيان، نمونطيو لي بلون ديالنا مزيان. ابخي غادي نزيدو لي ماتيير ساج لي هما لا بودغ داموند اك بيل، سكر كلاص ولا فارين. اخر حاجه غنزيدو لي زيت سيترون. دونك اون فوا كطلع لينا لا مورينغ، المورينغ وجداتش غادي نحيدوها وغادي نزيدو قلنا لي ماتيير ساج. غنزيدو لا بودر داموند اكبر، سكر كلاص ولا فارين، ونبداو في لو ميلونج نطيحو شويه لي بلون، وغادي نزيد لي زيت. ميلونجيو مزيان باش ما يبقاوش لي غران ديال لا فارين و السكر كلاص ولا بودر داموند. ناخذ اون بوش نعمر، غادي نطيبو في دي سيركل دي سيلندر باش يكون على حسب لومو اللي غادي نديرو فيه المونتاج. دونك خديت هاد لو سيليكون على شكل لومو اللي غادي نخدم به، هذا هو اللي غيكون لانسير. دونك غندريسيو دي سيلندر، سي بون لي سيلندر ديالنا هما هادو. غندخلو من الفران يطيبو درجة الحرارة 170 ما بين 12 و 15 دقيقة، وندوزو للمرحلة الثانية اللي هي كراميل وزاموند. دونك المرحلة الثانية ديالنا في لو كاطو كغايب هو لو كراميل اموند، اللي غادي نحتاجو فيه السكر، غلوكوز اكبل، لا كخيم، ملحة، لي زاموند داشي والزبدة في الاخر. دونك غنديرو ان كراميل سكر والغلوكوز اكبل. دونك اون فوا غادي تكاراميليزينا لو سكر و الجلوكوز، غنزيدو الملحة و لا كخيم و نديروها تسخن، نديروها تسخن باش نديكويو بها لو كراميل منين يوجد. صافي ابخي غادي نزيدو لي زاموند و الزبدة هي الأخرى. هاد الكراميل غادي نديرو فوق لو بيسكوي اللي طيبنا و نخليوه في الكونجيلاتور يقصح، هو اللي غادي يكون لانسير ديال لو كاطو. دونك لو كراميل حنا اللي كنتحكموا في لاكويسون ديالو، كنشوفوا لا كولور اللي بغينا. بغينا ان كراميل كلير لا كولور ديالو تكون كلير، كنحبسو في هاد ليطاب هادي. بغينا نفونسيو مازال شويه، كنخليه واحد شويه مازال يتفونسا، سي ميو كون فونسي ولكن ماشي بزاف عاوتاني باش ما يعطيكش ديك لاميرتيوم ديال السكر. دونك اون فوا كيوصل لهاد لا كولور هادي كنأريطي لاكويسون ديالو بلا كريم تكون سخونه. خليه شويه مازال فوق السخونيه باش يتقال لا تيكستور ديالو. سي بون، نزيد لي زاموند ديالي ونزيد الزبده. قلنا هذا غادي يكون فوق لو بيسكوي اللي طيبنا وغادي يكون هو لانسير ديالنا. سي بون كراميل ديالنا واجد. ندوزو دابا المرحلة الثالثة والأخيرة ديالنا في هذا المونتاج ديال لو كاطو اللي هي لا موس كغايب. المرحلة الثالثة ديالنا في لو كاطو كغايب هي لا موس كغايب، اللي غادي يحتاجو فيها لي بلون، سكر سمول، الماء، لا كخيم، لا ماس جيلاتين، بيغي دابريكو، بيغي باسيون و بيغي داناناس. دونك غادي نديرو اون مورينغ ايطاليان بلي بلون و سكر و الماء، نديرو ان سيرو ا 121، نديرو لي بلون ديالنا يدورو. دونك اون فوا غي تمونطاو لي بلون ويوصل السكر ديالنا لو سيرو ديالنا 121 دوغري، غادي نخويو على لي بلون. كتكون عندنا اون مورينغ ايطاليان، نخليوها تبرد، غنزيدو عليها لي بيري، ونزيدو لا ماس جيلاتين، ونمونطيو لا كريم ونخلطو لها مزيان.
دونك لو تيرو ديالنا واش خليوها تتبرد مزيان غنديباراسيوها ونمونطيو لاكريم ونبداو في لو ميلونج ديالنا سي بون نديباراسيها في كود بول كبير ونمونطيو لاكريم ديالنا دونك لا ميرانغ ديالنا وجدات غادي نمونطي لاكريم دابا وغادي نميلونجي لي بوري كاملين مع لا ماج جيلاتين لي بوري باردين ما نسخنوهمش حيت الا سخناهم غادي يطيحوا لينا لي ماس بجوج غادي يطيحوا لنا لاكريم و لا ميرانغ دونك غنخليهم باردين وغنزيدو عليهم لا ماج جيلاتين دايبه غادي نخلطوهم مع لا ميرانغ واخر حاجه غادي نزيدو هي لا كريم مونطي من بعد دونك لا كريم ديالنا وجدات خلطنا هنا قلنا لا ميرانغ مع لي فخويك لي بيغي كاملين ولا ماس جيلاتين دابا غنزيدو لا كريم سي بون لا موس كارايب ديالنا واجده ونبداو في المرحله ديال المونتاج دونك لي زيتاب ديالنا كاملين في لو غاتو كارايب واجدين عندنا البسكوي امون سيترون هو هذا عندنا لو كاراميل اللي صيبنا درناه فوق من البسكوي كما كتشوفوا بحال هكا وخليناهم يقصاحوا وعندنا لا موس كارايب دونك غادي نمونطيو في هذا لو سيركل هذا ناخذ لا موس غناخد لانسير ديالنا اللي هو لو بيسكوي امون سيترون ولو كاراميل غادي نديرو الوسط نابويي نعاود نسد شويه بلاموس ونسد بلو بيسكوي الاخر اللي بقى لنا في لاباز ندخلو للسيرجي اللي شد فاسو يقصح وندوزو للمرحله الاخيره اللي هي لا ديكوراسيون دونك لي زيتاب ديالنا كاملين كملناهم ديال لو غاتو كارايف هو هذا لو مونتاج ديالو هذا هو لو غاتو من بعد وجدنا دي زيليمون ديكوراسيون ان كلاصاج كراميل ان كلاصو في لو غاتو ونكملوا لا ديكوراسيون دونك لو كلاصاج كما قلنا ديما كتكون درجه الحراره ديالو ما بين 30 35 لو غاتو بيان سور تيكون بارد صافي وكنكلاصيو على بركه الله دونك بسم الله صافي كنديروا ان كود باريت خفيف كنخليو لو غاتو ايت اي غوتا مزيان ونبوزي ونكملوا لي زيليمون ديكوراسيون ديالنا دونك وجدنا ان ريفو شوكولا بحال هكا غادي نديروه في لو تور ديال لو غاتو ودي فاسيت على هذا الشكل هذا غادي نحاولوا ندخلوهم دونك لو غاتو كارايب ديالنا هو هذا نتمنى يكون عجبكم وعجبتكم الطريقه وبالصحه والراحه